إذا مشاهدي شفت تبارك الله لكم في البث المباشر والدردشة الصباحية من مدينة وجدة، تبارك الله عليكم. اليوم أول يوم ديال التلقيح بمدينة وجدة، كما كتعرفوا، ومجموعة ديال المدن خصوصا الأطر الطبية ورجال الأمن. إن شاء الله نتمنى أنه هذا الوباء يدوز علينا، يدوز ويمشي وما يبقاش داك الشيء اللي كان، ان شاء الله يا ربي. اذا شنو هو الراي ديالكم يعني مع اقتراب انتهاء فيروس كورونا؟ يعني وكما كتعرفوا يعني المغرب هو اول بلد افريقي اللي يعني غيستافد من اللقاح ديال كوفيد 19، وكذلك المغرب من البلدان اللي غادي يتنتج عندها اللقاح بفضل طبعا الدبلوماسيه ديالها، وكذلك القياده الرشيده ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله. يعني هذا اللي غادي يخلي كما نقولوا حنايا المغرب من بين المنتجين لهذا اللقاح. طبعا بطبيعه الحال وكما كنعرفوا هنايا المغاربة يعني عندنا دي كومبيتونس، يعني خبراء، وعندنا ناس اللي متمكنين، وعندنا شركات اللي كبار، يعني اللي كما نقولوا حنايا اللي داروا فيهم شركات كبار ديال العالم ثقة، وعطاوهم يعني لاغريمون باش انهم يصنعوا اللقاح. كما كتعرفوا يعني بداية الجائحة كانت كورونا في العالم، بدات في ووهان في شينوا كما كنقولوا حنايا في الصين، بدا شهر 12، يعني شهر 12 بدا الكابوس ديال فيروس كورونا. النهار الاول كنا كنقولوا انه غير يعني غادي تكون غير تما في شينوا وصافي، وغادي يسيطروا عليه كما مجموعه تاع فيروسات يخرجوا من نفس البلاصه، بحال الايبولا، بحال الانفلونزا الخنازير، بحال يعني ما كانش شي انتشار اللي كبير كما كنقولوا حنايا. كانوا يبانوا واحد الحالات في العالم يعني، ولكن كانت القضيه كتمشى نورمال وعادي، ولكن ماشي كما فيروس كورونا اللي الله يستر كما كتشوفوا العالم كامل وقف. اعتذر. يعني مجموعه ديال الدول ديال العالم اللي أصبحت شوارعها فارغة، يعني ملايين يعني اللي مساكين اللي مرضوا، ملايين اللي ماتوا، بزاف تاع الناس اللي فقدوا العائلات ديالهم وفقدوا أصحابهم، خصوصا في بداية كورونا، يعني كان مازال ما لقاوش بروتوكول العلاجي ديال الفيروس كما كنقولوا حنايا، في خصوصا في يعني في ايطاليا. كما كتعرفوا ايطاليا اللي كانت سجلت واحد العدد كبير 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 ديال 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 الحالات، موراها اسبانيا، موراها مجموعه تاع الدول. هذا كان راجع يعني للتهاون ديال الايطاليين يعني بالفيروس كما كنقولوا حنايا، يعني ما كانوش كما نقولوا حنايا مسوقين، يعني هذاك الشيء عادي، كيدخلوا التيرانات، يدخلوا الملاهي اللي هي يدخلوا يعني البلايص اللي عامرين، حتى انتشر يعني الفيروس واصبحت ايطاليا فارغه. يعني حتى وصلت لدرجه انه الامن الى لقاوك برا ما يعني ما عندكش شي حاجه، كيديوك يعتقلوك وكتخلص غرامات ماليه، يعني ايطاليا ومجموعه ديال الدول الاوروبيه. والمغرب كذلك كما كتشوفوا، حتى هو المغرب يعني دوزنا ايام الجائحه يعني من شهر 3 حتى لشهر 7 شويه بشويه حتى ترفع الحجر الصحي، ولكن للاسف الناس ما انضبطتش الاجراءات الاحترازيه ووقعوا هفوات ما خلى انه الفيروس ينتشر اكثر من النهار الاول، يعني واحد الانتشار اللي كبير نقدروا نسميوه الموجه الثانيه من الفيروس، خصوصا مع البرد. كذلك كما كتعرفوا الانفلونزا الموسميه يعني كان واحد التشابه في الاعراض، كاين مجموعه تاع الناس اللي
جاهم الفيروس ولكن ما تاثروش به، يعني كان لي مثلا انا بزاف تاع الناس معايا كيقول لك انايا مثلا واحد 4 ايام راه مشات لي حاسه الشم والدوخ، ولكن ما كانت فيا لا سخانه ولا راسي يوجعني ولا حتى شي حاجه. يعني مجموعه ديال الامور، كان اللي جاتو السخانه وراسه بقى يوجعو، كان اللي جاه الاسهال، كان اللي جاوه كاع هاد الاعراض هادو. يعني مجموعه تاع الاشياء يعني اللي كما نقولوا حنايا اللي الانسان يعني كان شي وحدين اللي كانوا كيتعاونوا يعني فيهم الاعراض، ما كيمشيش يدير تيست واخا هو راه مزيان، ولكن كيتلاقى مع ناس اللي كيعديهم بهذا المعنى هذا. يعني كي كتعدي واحد الناس، يعني واحد كيعدي واحد وانتشر الفيروس، خصوصا مثلا احنا هنا في مدينة وجدة واحد الوقيته اللي بقينا نسجلوا 350 حالة، اللي مجعل يعني كل شيء تخلع، لا سكينة ولا سلطة ولا يعني بزاف، يعني 350 حالة، يعني مدينة صغيرة فيها 700 ألف نسمة. يعني بالنسبة للدار البيضاء اللي كانت تسجل 1000 حالة في النهار، 700 800، يعني احنا بزاف، يعني تكلاسينا كما كنقولوا حنايا اللوالا. اذا خوتي خواتاتي، يعني شكون كما نقولوا حنايا اللي غادي يزعم وغادي يمشي يدير التلقيح؟ يعني كنتمنوا انه الناس تمشي دير التلقيح بكثافه، لانه كما كانوا مجموعه تاع الاجراءات اللي غادي يكون واحد الكود وواحد بطاقه بحال باسبور كوفيد، اللي باش الناس لانه غادي يرجع مطلوب في العالم. يعني اي واحد غادي يبغي يسافر ولا شي حاجه، كما نقولوا حنايا خصو باسبور كوفيد، يعني باش يتاكدوا، يعني اللقاح كما نقولوا حنايا خاص يندار. كنظن انه حتى في الادارات العموميه من بعد والشركات غادي يرجع اجباري. هذا راه في صالح ديالنا اخوتي خواتاتي، يعني الانسان يدير الفاكسان ديالو، راه ما يعني ماشي ما فيش شي حاجه، ولا يعني كما نقولوا حنا الانسان باش الا بغيتو ترجعوا الحياه ديالكم العاديه، كما نقولوا الانسان ما يتصابش بهذا الفيروس، لانه الا ما قدرتش، لان الفيروس غادي يبقى معنا، خصكم تعرفوا هذه الفيروس ماشي غير بالفاكسان. يعني الناس اللي ما داروش اللي ما غاديش يديروا الفاكسان غادي يبقاو معرضين للفيروس. الو خصنا كاملين نديروا الفيروس باش انه نديروا الفاكسا، اعتذر، باش انه كل شيء يعني يرجع صحيح، ما يتقاش بهذا العدوى تاع كوفيد 19. والانسان يعني كما نقولوا حنايا شويه بشويه حتى ترجع الامور كما كانت ان شاء الله. اذا خوتي خواتاتي كنتم في هذه الدردشه الصباحية، نخليكم وتبارك الله عليكم، نهاركم مبروك وجمعة.